تحت شعار من أجل السلام والتنمية وبالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف والمراكز العلمية وبمبادرة من منظمة اليونسكو العالمية، تحتفل المتاحف والمراكز العلمية حول العالم يوم الأربعاء 10 نوفمبر الموافق 2021 الموافق 5 ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة باليوم العالمي للمتاحف والمعارض العلمية. للمزيد ينضم إلينا من الرياض مراسل إخبارية الزميل منصور الأمير. منصور، أهلا بك معي في نشرة النهار، حدثنا عن هذا الحدث لربما الذي نستطيع أن نقول أنه عالمي، تفضل. أهلا ومرحبا بك سالم وبمشاهدي نشرة النهار. نحن هنا في مركز أو معرض مشكاه، هذا المعرض اللي يعتبر يعني واحدة من مبادرات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. هذا المعرض هو معرض في الحقيقة أنه دائم، وقبل جائحة كورونا كان يقيم فعاليات كل بشكل ربع سنوي ما بين 7 إلى 10 أيام. هو معرض فريد من نوعه، لأول مرة أنا يعني أقوم بزيارة هذا المكان. معرض نوعي تماما، يجمع بين الترفيه والتسلية والتعليم. التعليم نحن لا نتحدث عن تعليم قد يقدم في أي مكان، نتحدث عن تعليم نوعي، يتعلم الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 13 سنة كيف أنه حركته ممكن أنها تساهم في يعني توليد طاقة، وبالتالي يعرف كيف تولد هذه الطاقة من أجل أن يحافظ عليها فعلا لأجل السلام، سلام هذا الكوكب الذي نعيش عليه، ولأجل التنمية أيضا التي يجب أن تكون حقا مستداما لنا على هذا الكوكب حتى يبقى ويعيش طويلا. طبعا أنا أقف وخلفي هذا الجهاز اللي يعني كنت قبل الهوى في تجربة، بحيث أنه تعبئة الأنبوب كامل من خلال حركة اليد للموية. يمكن عبد الله يعني إذا يقدر يحرك، الزميل عبد الله يحرك الكاميرا باتجاه هذا الجهاز، الكاميرا والشاشة اللي أمامكم الآن احنا يعني قدرنا نشغلها من خلال حركة يدينا بضخ الموية للأعلى لهذه المنطقة، وبالتالي كان واحد من الأمثلة الحية اللي يبين كيف انه ممكن يعني هذا المكان استطاع ان يجمع بمتعة كبيرة بين التسلية والتعليم ايضا النوعي للأطفال، ليعرفوا ما هي الطاقة، كيف تولد، وكيف يجب ان يتم استخدامها للمحافظة عليها من أجلهم ومن أجل الأجيال القادمة ولأجل هذا الكوكب الجميل الذي يعيش عليه الإنسان والذي أتمن عليه حتى يحافظ على كل مقدراته ومدخراته بكل تأكيد سالم. نعم، زميلي مراسل الإخبارية زميل منصور الأمير، شكرا جزيلا لك منصور.